السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديالي ومرحبا بكم عندي في القناة، وشكرا لكم على المشاهدة وشكرا لكم على التشجيع ديالكم ليا، وما تنساونيش من لايك ومن بارتاج ومن المشاهدة، شوفوا الفيديو كامل الله يخليكم باش نقدر نكمل الشروط الاولين ديال اليوتيوب. اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم واحد الحاجة اللي جربتها اول مرة، ما عمري ما كنت عارفاها، كان يعني كنشوفها كتصايب قدامي وهكا، ولكن ما عمري ما كنت جربتها انا بوحدي. اليوم درتها غير بوحدي، مشيت خديت الوراق ديال العنب من واحد السيد هنا حدانا عنده الداليا، خديتهم. خصكم تختاروا هذوك الصغار، انا كنت مع اول مرة غنجربها بوحدي، خديت اللي فيهم كبار بزاف وخديت الصغار. في الحقيقة هذوك الصغار جاو فتيين كيطيبوا دغيا، والكبار كيكونوا شوية حرشين ما كيبغوش يطيبوا دغيا. المهم تبعوا معايا كاع المراحل ان شاء الله حتى نتوما تجربوها، وغتصدق لكم راه كتجي غزاله والله العظيم. هذه اكله تركيه وسوريه، حتى في سوريا كدار بزاف، ولكن ما في المغرب ما كنديروهاش، ما عرفتش علاش، حيت ربما ماشي من العادات ديالنا وصافي. اما هي زوينه كنظن دابا ولاو الناس كيديروها هنا في المغرب، حيت شفت شحال من وحده كانت حطات الفيديو ديالها في القناه عندها. المهم من بعد ما جبت الوراق هنغسلهم مزيان، حيت كيكونوا مسخين وكيكون فيهم التراب يكون مغبرين، خصهم يبقاو في الماء بعدا على الاقل واحد 15 دقيقه باش كيرطابو، ومن بعد كيتغسلوا بهذه الطريقه هذه. كندوز عليهم يدي، راه هنا راه تنقاو وصافي، تحيدات ديك الابره اللي فيهم. استمريت بحال هكا حتى ساليتهم كاملين، حطيتهم في الشبكه باش يتقطروا، غسلتهم مزيان شللتهم عاود باش تنقاو مزيان، وكنحط هنايا في الشبكه حدايا وخليتهم باش يتقطروا وصافي. من بعد غادي ناخد الطنجره اللي غنكون كنسلق فيها، حيت كيكحلو الطنجره، انا خديت واحد الطنجره اللي كنسلق فيها ودرت فيها الماء. غتشوفوا معايا مازال الفيديو، المهم خصكم هادو ضروري تدورو بيهم وتنقيوهم مزيان. راه كنهضر بالزربه، ما عرفت واش كتفهموني ولا لا، راه كنبقى نزرب ولكن خدوني على قد عقلي. صافي هنا من بعد ما ساليت ليهم الغسيل درتهم في الطنجره، غندير عليهم شويه ديال الملحه على حسب شحال ديال الورق، حيت هما تيكونوا حامضين وهذيك الملحه بحال كتهرس شويه ديك الحموضه ما كتبقاش فيهم بزاف. اما هما في الاصل اللي كيتباعوا هكا مصايبين راه كيكونوا مالحين بزاف، باش كيقدروا يصبروا كيكثروا ليهم الملحه. هادو انا صايبتهم بوحدي هنا في الدار، صيدت الملحه وغندير الماء حتى يتغطاو ورديتهم يطيبوا. رايي تقدروا ديروهم في الكوكوت باش يطيبوا لكم دغيا، حيت كياخذوا بزاف ديال الوقت. هنايا راه درتهم فوق البوطه وخليتهم ومشيت شحال ديال الوقت عاد طابوا، باش كتعرفوهم راه طابوا كتحيد داك العويد اللي من الفوق. يعني هنايا كما كتشوفوا كتاخذوا واحد الورقه وكتحيدوا لها داك العويد ديالها، ملي كيتحيد غير بالزربه يعني كتجرو غير بشويه وكيتحيد راه طايب. الا ما كانش كيتحيد باقي قاصح يعني باقي ما طابوش، غير غيبردو غيوليو قصاح ويوليو حرشين. صافي غتحيدو لهم دوك العويدات وغتبداو بهم الخدمه. انا هنا خليتهم باش يبردو ومشيت باش نوجد العماره اللي غندير. بالنسبه للمقادير اللي انا عندي، كنت ديما عندي كنشوف في الكيسان فيديو ديال ولا شي حاجه، ما عرفت علاش في بالي راه كيديروا الكفته، وشفت حتى الناس اللي صايبوهم قدامي عندي زيت الحوت، وعند بالي راه كيديروا الكفته وهم ما تقريبا كيديروش الكفته. اليوم تاكدت عندي مقشه ديال الحوت مزيان جوج ما كيديرش الكفته، جوج معالق ديال العسل، جوج معالق صغار ديال العسل، الملحه، الحامض اللي غندير نص حامض عصير ونص غنخلي باش نزوق به، جوج بصلات حيت ما تقدروا ديروا بصله واحده كبيره، انا درت هاد جوج، وجوج طومات. هنايا عندي معلقه صغيره ديال النعناع اليابس، عندي معلقه صغيره ديال الفلفل الحمراء، معلقه صغيره ديال الزعتر، نص معلقه ديال سكينجبير، ونص معلقه ديال الابزار، ونص ديال الطعم ديال البنه ديال الغنمي اولا ديال البقري. هادو هما المقادير اللي عندي. صافي دابا غندوز للطريقه ديال التحضير باش تشوفوا معايا كيفاش غنعمر داك الورق اللي عندي. صافي هنايا غناخد الزيت نديرها في شي مقله اولا في الكاسرولة كيما درت انا، عندي هذه كبيره استعملتها درت فيها شويه ديال زيت العود
غنزيد عليها بصله باش تشحر، وديك الثومه غنقطع ثومه رقيقه ولا محكوكه، وهاد البصله راه مشلضه رقيقه غنشحرهم مزيان حتى تنزل ديك البصله ما يبقاش لونها هكا كتنزل كتولي شويه مذهبه، عاد كنحيدها من فوق البوطه. ها هي هنايا، من بعد غنبدا نزيد عليها هاد المكونات كاملين باش نرجعها مره اخرى فوق البوطه باش تشحر. هنا زدت الروز اللي كان عندي فازك، وغنزيد مطيشه ديال الحك. المهم الفيديو راه واضح، راه شارح نفسه بنفسه. غنحرك مزيان. واحد الحاجه اللي ما صورتهاش هنايا، ما دلتهاش فاش كنت حطيتها، هي درت واحد ربع كاس ديال الماء باش طلقت هذيك مطيشه ديال الحك اللي استعملت. غدير واحد ربع كاس ديال الماء الا كان شويه كبير، الا كان كاس صغير بزاف ديروا تقريبا نص كاس ديال الماء باش كيطلق لكم ديك مطيشه ما كتبقاش هكا مكركبه. ومن بعد ملي كترجعوا تشحروا هادشي كامل كينسجم مزيان مع بعضياته. انا درت عصير نص حامضه تقريبا قل من نص، قطعت منها نص صغير حيت الوراق حامضين، وعاد غندير الحامض من بعد باش ما يجونيش بزاف حامضين. صراحه هاد لافاس بهذا القوام هذا اللي درت جا داكشي هو هذاك، ما زدت حتى حاجه وما جات حتى حاجه معيقه، وجا داك المذاق ديال النعناع غزال بزاف زوين. حطيت داك النعناع اليابس خصوصا الطريقه باش يبستو، انا كان عندي لداخل بقى لداخل في الدار حتى يبس غير في الظل، وعاد طحنتو ماشي طحنتو غير فتشتو بحال هكا كيما كنديرو للزعتر، راه بقى خضر بزاف وبقات ريحته عاطيه. جربوه هاد المره الا جبتو نعناع ما تخليوش كامل حتى يخسر، تستعملوه منه ويبسو الاخر وخليوه في شي بواطه اللي كتسد مزيان ولا شي قرعه دجاج، حتى تبغيو تستعملوه في شي وصفات بحال هكا، وحتى في الكفته اللي كنشوي وراه كيجي فيها نعناع زوين. صافي هنا ملي درت كلشي رديت كلشي يتشحر فوق البوطه مره اخرى، ملي شحرت كلشي حتى تشرب داك الماء ما بقاش. هنا غتشوفوا معايا الطريقه ديال التعمار والطريقه باش باش غنرولي، راه كندير بحال زعما مولفه نصايب زعما راني مولفه كنصايب، ولكن الحمد لله ربي ما حشمنيش هادشي صدق زوين. كانت واحد السيده كتصايبهم ولكن ما عمري ما بخشيت هكا راسي باش نعرف ولا باش نصايب. صافي هنا غنستعمر بحال هكاك، راه كتحطو ديك الورقه كتقادوها مزيان من الجناب ديالها. غنعاود معكم وحدين اخرين باش تشوفوا. اسمحوا لي على التصوير كان ناقص بزاف حيت اصلا كان صغير في التليفون، وحتى بالنسبه للماتيريال يعني باش غنخدم بحال الترايبود ولا هكا ما عنديش هاد الامور، كان عندي واحد الترس دابا كان ديباني غير بالتليفون ديالي، وكان كالب اشياء اخرى اللي يقدروا يعاونوني باش نشد. وصافي حتى ان شاء الله يسهل الله ونشري شي حويجات من هادشي اللي خاصني، حتى حاجه ما كتجي في مره واحده يعني شويه بشويه. ان شاء الله نبدل التليفون ولا نشري الكاميرا كاع يكون احسن. هنا بحال هكا كيما كتشوفوا راه طويت الطويه الاولى من القدام، وراه كطوي وكتزيرو، ولكن ما تزيروش عاود بزاف تقطع تخرج لكم ديك العمارة. كنجمع دوك الجناب دوك الصغار باش ما يجيونيش مشنتفين، وكنرولي بحال هكذا. كنظن الطريقه واضحه مزيان، نتوما تشوفوا مازال معايا. هذيك الجهه الحرشه بعدا ما حد لاحظ، الجهه الحرشه هي اللي كترجع للفوق، وديك الجهه المنسى هي اللي كنخليوها على برا باش ملي كنقادو هذوك الصبيعات او لا ما عرفت دوك الوريقات. المهم هما عندهم سميتهم بتركيا، وحنا عندنا في المغرب يمكن تيقولوا ورق العنب اوراق العنب. المهم كاينه الطريقه حتى هي ماشي بحال ديال القبيله حتى هذه،
كتجمعو بحال هكا وكتروليو وكتجمعو الجناد من طبيعة الحال، هذوك الصغار ما خصهمش يبقاو خارجين، كتساليو بهذه الطريقة هذه. كل ما جاو رقاق كيجيو زويونين، حيت هذاك الرز ملي كيطيب راه كيزيد يتنفخ وكيجيو مزيرين، كيجيو هكا صراحة فنين. غتشوفوهم مازال في الاخر ديال الفيديو غتشوفو كيفاش جاو. هنا دوك الوراق الكبار اللي بقاو، حتى كاع الا كانوا صغار هما اللي بقاو لكم، ضروري تخليو شويه ديال الوراق ديروا هذه المرحله هذه. ما عرفت علاش هما كيديروها في الاصل، انا درت غير داكشي اللي شفت كيديروا هذيك التفريشه بحال هكداك. وعاد كاينين اللي كيديروا الكوتليت، كاين اللي كيديروا بطاطا، كاين بزاف ديال الوصفات اللي كدار بهاد الصرمه. صافي فرشت وغنبدا نستف. هما راه كيميلوا الطنجره وكيبقاو يحطوا حتى كيكملوا، انا حيت الطنجره صغيره وكميه قليله ما احتاجيتش نميل، هما راه كيحطوا على جنب وكيبقاو يستوي 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 حتى كيوصلوا لفوق. يعني كنظن الطريقه اللي هضرت عليها مفهومه، انا درت غير هكا. صافي راه كيشدوا راسهم، غير اكتروا شويه راه كيشدوا راسهم. وبالنسبة للطريقة ديال الحطان، تقدروا تنعسوهم هكا تحطوهم مقادين وتقدروا توقفوهم بحال هكذا. انا شفت الطريقة عجبتني قلت نجربها، اصلا الطريقة هي اللي خدت لي هاد الكمية كلها اللي عندي. غنستمر بحال هكذا حتى غنستفهم كلهم، وغير بالخاطر باش ما يتحلوش، وفي حالة تحلت شي وحدة كتعاودو تلويوها باش تزير. صافي وكتهضوا ديك الطويه، يعني كتشدوا وحده على وحده باش ما يتحلوش من بعد. هنا صافي قربت نسالي، صافي غنحاول نزيرهم تما راه كنتفع هكا وهكا باش يتزيروا مع الجناب باش ما يجوش مطيحين ويجيو بحال بحال. حيت داكشي اللي حطيت في الاول راه زيرته مزيان، وفي الاخر بداو كيطرحوا شويه. قديت لهم الفورمه ديالهم باش يجوني قد قد ما يجيش شي طالع شي هابط، بركت عليهم هكا كاي بالخف. غنستف عليهم الشرائح ديال الحامض، انا ملي استفت الحامض وقديتهم هكا زدت عليهم شويه ديال زيت العود وزدت عليهم شويه ديال الملحه، حيت حسيت بلي الملحه اللي درت ما كافياش وخفت لي جو حامضين، حيت الملوحه الحاجه اللي فيها الحامض الا كانت فيها الملحه قليله كتجي حامضه اكثر. حيت فيهم الحامض من الفوق خفت لي جو حامضين بزاف، وزدت لهم شويه ديال الملحه باش نهرس الحموضه ديال هاد الحامض اللي حطيت من الفوق. وصافي هنا كنت ساليت تستاف، ساليت الحامض. غندير الماء، الماء غديروه حتى يتغطاو، ماشي يتغطاو يعني حتى يجي الماء نفس القياس ديال هذيك الصرمه، يعني نفس فين واصلين كيكون الماء مقاد معاهم نيشان. بالنسبه للكوكوط راه ما تاخذوش بزاف ديال الوقت باش يطيبوا، كتحسبوا لهم 20 دقيقه وكتحيدوهم كيكونوا طايبين. الا لقيتو فيهم باقي الماء كتخليهم يتشحروا حتى ما كيبقاش الماء، حتى كيوقفوا في داك الزيت اللي فيهم ما كيجيوش مدمين. ما عرفتش واش دوك الوراق تيشربوا لي دام ولا ما عرفت، ما كيجيو لا مدمين لا والو. هاد المرحله هادي ما تنساوهاش، هاد الغطار ولا الطبسيل اللي كيتحط فوق منهم ضروري باش ما كيتخربقوش، باش ما يطلعوش ما يكونوا كيطبخوا باش ما كيطلعوش. هنا راه كنت حيدتو، ضروري تحطوا شي حاجه اللي ثقيله فوق منهم باش يبقاو مكالين. هنا راه صافي طابو تشحروا، راه واقفين ما بقاش فيهم حس الماء. حسبت لهم 20 دقيقه بالضبط وحليت عليهم، حطيتهم توصل بحال هكذا، قدمتهم بهذه الطريقه. راه جاو فنينه البنات، كنتمنى يا ربي تجربوهم ويعجبوكم. وبالنسبه اللي عندها شي فكره من غير هكا ولا كديرهم بطريقه واحده اخرى، يعني تقدر تعطيني الفكره ديالها، مرحبا بالاراء ديالكم. وبالنسبه للبنات اللي عايشين برا، حيت عندي البنات اللي كيتبعوني من تركيا